لو بنتكلم على الذكاء الصناعي في حياتنا العملية وحياتنا اليومية، فبنلاقي إن هي في تطبيقات كثيرة جدا للذكاء الصناعي في سياراتنا اللي بنسوقها كل يوم، وفي المنزل، وحتى في المنزل الذكي دلوقتي اللي هو كل الأجهزة اللي فيه بتعمل عن طريق الذكاء الصناعي. لو اتكلمنا عنه في تطبيق المجال الطبي، فهو تطبيقه في مجالات كثيرة جدا، من أول التشخيص للمريض، ومن ناحية السجلات الطبية، ومن ناحية كمان مشاركة المعلومات الطبية بين المراكز المختلفة. ولكن في المجال الجراحي بالذات ليه تطبيقات كثيرة جدا، والفكرة وراها إن هي بتحسن الأداء الإنساني في معالجة المريض. فمثلا لو احنا بنتكلم على عملية جراحية في المخ، في مكان معين داخل المخ، فالمخ أنسجته بتحتاج تتعامل بطريقة دقيقة جدا حتى لا نتسبب في أي تلف جانبي. فبنحدد المكان المصاب بالظبط، وبعدين باستخدام الأجهزة وخصوصا الروبوت اللي هو الإنسان الآلي، ممكن نوصل للمكان ده هو بأقل آثار جانبية لأنسجة المخ الطبيعية. ومن ناحية الجراحة مثلا في البطن أو الصدر، ممكن نستخدم برضو الإنسان الآلي أو الروبوت في إن احنا نعمل عمليات دقيقة جدا في القلب أو في البطن أو في الصدر، وبيقلل الخطأ الإنساني من ناحية حتى الاهتزازات، وبيدي زوايا